الخطيب اللوناني. نهار من نهارات انا وياه في الدار وحدنا، قرب لي وشد لي يدي، ما يفيقونش بصيفه داودي لا يقرا لا يكتب. الراجل ما فهم شيء، هز روحه وخرج. هذا نهار وهذا نهار، حتى جاني خطيبي الثاني مشى معايا مريقل من الاول، حتى نهار من نهارات هدالي كادو عمل لي فيها سياسه مراحل باش يبدل لي طبيعتي. حليت الكادو انا فرحانه، تتخيلوا شنقه روبا بوا روبا الهم يحب يضحك عليا ولاد الحومه. هيك الوقت قلت نرزق ونقصت على وضنه شعره لكليتهالو، الهم يحب يضحك عليا ولاد الحومه. تتخيلوا فتوح ببلاط وروبا وطالون وتبدا عاد تتشقنس في الحومه، هيك اللي مازال عليها. في هيك الوقت قلت فتوح هي اللي تخطب مش هما اللي يخطبوها، وقصدت ربي القهوه الفروش. قلت رجال الصح ما نقام كان شي قاضي، ودخلت القهوه بديت نثبت هذا لا وهذا لا وهذا زاد لا، حتى قيت واحد بومتر وتسعين في التركينه عامل كيف بسيجاره وقهوته موشم على يده غزاله يشبه الرغب عليه مقبل ما حاجه مش لاغمه. مشيت له قلت له السلام خويا نزل نقعد، قال لي ويه بيان سير فتوح. دهشت قلت هذا منين يعرفني؟ لا علينا. قعدت وجبته بالحدي، وبعد شويه قلت له صديقي هل انت متزوج؟ ضحك وقال لي بعثتك صابرينا، قل له نفقه الصغار توصل لك. فرحت وقلت هذا اللي يناسبني، هذا مطلق وهذا اللي لوج عليه. قلت له لا صديقي انا نلوج على راجل ليلي انا. الراجل كان قاعد وقف قال لي نعم لله من يقصني كانشي انتي، انا الملايكة اللي كانت عندي وما نجمتش. خلي عاد فتحية مشاكل وروسكم يرجع دوش بارد اهبط عليا. فيك الوقت قلت نرزل وشديت روحي باش ما نضربوش، ورجعت للدار وانا نغزل، حتى نهار من نهارات سمعت بجمعيتكم تحل مشاكل النساء الكل. خويا ثم حل مشكلتي.